بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جد مسرور باش نكون موجود معكم اليوم السيدات والسادة المنتخبين البرلمانيين والمستشارين. بغيت نقول لكم بعد اليوم حاضرين معكم اكثر من 15 عضو ديال المكتب السياسي اللي حاضرين في هذا الاجتماع اليوم. ثلاثة ديال الوزراء المهمين سي صديقي سي محسن الجازولي وسي بيتس اللي حاضرين معنا اليوم باش تعرفوا القيمة والأهمية اللي كنعطيوها لهذه المنطقة واللي احنا فرحانين باش نتواجدوا معكم اليوم. هذا مسار بديناه تقريبا نهار 28 فبراير 2023 وقلنا منه من بعد سنة غادي نمشيو لجميع الجهات وغادي نستمعوا وغادي نتلاقوا مع 10,000 ديال المنتخبين اللي نجحوا معنا وإلا يمكن يكونوا منتخبين آخرين اللي ما نجحوش واللي هما ديال المستقبل كذلك إن شاء الله باش نتلاقوا بكم ونسمعوا لكم ونسمعوا المشاكل ديالكم ونسمعوا كيفاش كتعيشوا التجربة. احنا عارفين بأنه يعني التجربة هي جد مهمة وكنعرفوا بأن كاين إكراهات وكاين طلبات متراكمة من عند المواطنين لمدة سنوات واللي خصها يعني إمكانيات اللي هي كبرى واللي كاين إكراهات اللي هي كبرى، ولكن حنا كناخذوا المسؤولية معكم نتوما ماشي ديال راسكم بوحدكم باش كنتكلموا مع المواطنين. حنا كمسؤولين ماشي سالينا انتخابات ودخلنا للمكتب ديالنا وقلنا لكم كل واحد يشوف المشاكل ديالو سيو بلاص، حنا جينا باش نسمعوا لكم ونسمعوا المشاكل اللي كتطرحوا لكم المواطنين وتقولنا واش المشاكل اللي كاينين في التمويل ونحاولوا نبتكروا باش من بعد الاستماع ل 12 جهه غنشوفوا شنو هو هذاك لو ترونكو ماشي يعني شنو هما المسائل اللي كتعاود في كل جهه والمسائل اللي هي خاصه بكل جهه ونقدموا شي برنامج ان شاء الله للمستقبل. انتم باقي عندكم يعني 4 سنين باش تشتغلوا ان شاء الله يعني في السنوات المقبله باش تحاولوا ترضيوا المواطنين. وبالطبع احنا ما كنعطيوش وعود اللي هي خاويه، احنا ما نقدروش نرضيوا المواطنين في كل شيء ولكن الاهم وليسونسيال خصنا نرضيهم فيهم اللي هو كنعتبروه اولويه ديال الاولويه ديال السكينه. ان شاء الله غادي نمشيو لاكادير نهار 13 جونفي وغادي نكملوا الاسبوع اللي من بعد بالعيون وبالداخله وغادي نكونوا كملنا يعني هذا المسار ديال التنميه اللي جا من بعد مسار الثقه مسار المدن واليوم مسار التنميه غادي يعطينا شنو هما الامكانيات ديال التنميه ديال المستقبل ان شاء الله. وهذا من بعد ما نكملوا هالجولات غادي تكون لينا لقاءات مع جميع العاملين في يعني في يعني الاخوان اللي مشاركين معنا في هاد 10,000 ديال لي زولو اللي كاينين باش نقدموا اشنو هو العرض اللي يمكن يمشي به الحزب للحكومه للاغلبيه، لانه كما قلت دائما هذا ماشي عمل حزبي فقط، هذا عمل كنقوم به داخل الحزب ولكن بغيناه للأغلبية كلها وبغيناه كذلك لجميع الفرقاء حتى الإخوان يعني اللي في المعارضة واللي عندهم مسؤولية يعني في الكومين ديالهم. حقيقة أنتم اشتغلتوا بجدية في الانتخابات وأنا درت اجتماعات هنا في مراكش من قبل يعني ما ندخلوا يلا خديت المسؤولية ديك الساعة وكنشوف اليوم الوجوه اللي كاينة واللي حاضرة اليوم. وبالمناسبة أحيي الإخوان اللي موجودين خارج القاعة واللي قالوا لي هما 300 ديال لي زولي اللي ما قدروش يدخلوا لهذه القاعة اللي مع الأسف مملوءة مع الأسف ولا الحمد لله مع الأسف ليهم ولكن الحمد لله لينا احنا أنها مملوءة يعني عن آخرها.
فكنحييهم كنشكرهم عندهم ليكون كذا وكنسلم عليكم وتبارك الله عليكم وشكرا على المجيء ديالكم والحضور ديالكم اليوم. عندنا في المنطقه تقريبا حاولتوا يعني تنجحوا تقريبا 1200 مستشار 250 الف يعني صوت اللي جبتوا في هذه المنطقه كانت نتائج ملموسة جادة كبيرة بالفضل يعني إخوان والأخوات اللي اشتغلوا بواحد الجدية اللي هي كبيرة وعندكم تمركز كبير الآن في المنطقة وفي جميع الجهات وفي جميع الأقاليم. إذن هذا المسار ديال التنمية غادي نحاولوا إن شاء الله بلي نكملوا الاجتماعات ديالنا غادي يكون واحد العرض ديال الحزب وغادي تقراوا وغادي تشوفوا وغادي نشوفوا كيفاش غادي نتجاوبوا معكم على هذاك العرض باش ان شاء الله نشوفوا اشنو هما الامكانيات اللي يمكن لنا نلقاو بها في السنوات المقبله باش نعاونوكم باش تاديو يعني تو لي زيلو ياديو يعني حسب الامكانيات المهمه ديالهم احسن الاداء. احنا كنا غادي نديوها الاجتماع في سبتمبر اللي فات جابت الاقدار كتب علينا الله يعني الزلزال ديال الحوز اللي ضرب الحوز وشيشاوه وتاودات واحد العدد ديال المناطق الله يرحم الناس اللي توفوا وتالمنا ولكن اليوم من بعد هاد الاجتماع اللي جا في الوقت ديالو انه الحكومه تحت القيادة ديال صاحب جلالة اللي عطى واحد البرنامج اللي هو كبير لهذه المنطقة اللي عنده واحد العطف كبير يعني لهذه المناطق اللي عندها خصوصيات اللي ضربها الزلزال اللي هي مناطق اللي هي هشة وضعيفة وخسا إمكانيات وشفتوا كيفاش كانت يعني التضامن مع باقي المغرب في ما وقع وشفتوا كذلك تعليمات ديال صاحب جلالة وشتو العمل الحكومي وكيفاش اشتغلنا فلا زلنا نشتغل الحمد لله ان الان كاين طرق اللي كتصايب في هذيك المناطق وكتعاود تكبر كاين طرق اللي ما كانتش اللي غادي دار كانوا دي براج اللي الناس كيستافدوا يمكن يستافدوا منهم يمكن كانوا غياخذوا واحد الوقت ها هما الان غادي يبداو ابتداء من جونفي ان شاء الله كاين امكانيات اللي تعطاو للسكان باش يدوزوا هاد ال 12 شهر اللي صعيبه الاولى بحيث كتعطيهم واحد المنحه ديال يعني اللي هي سنويه تقريبا ولكن مقسمه على 12 شهر مشينا كذلك انه في السكنه تعطات الدفعه الاولى يعني الناس اللي بان بانه يستحقون لائحه باقة راه تحت الاشتغال وكاين الدراسه وكيشوفوا شكون اللي يستحق وشكون اللي ما يستحقش انا ما يمكنش لينا نعطيو الفلوس اللي ما يستحقش واللي يستحق كيشوف دونك كاين الدراسه اللي هي سميتو ولكن الناس اللي كيستحقوا راه خداو وباقيين وحدين اخرين راهما جايين في الطريق ان شاء الله واعطيناهم يعني الدفعه الاولى وكذلك كاين الحكومه قايمه بواحد الواجب انه كترافق هاد الناس اللي غادي يبنيو باش كتعاونهم في لي بلون في يعني في هذا والزوتوريزاسيون باش على الاقل نتفاداو هذاك البني اللي كان يمكن يجي مشاكل للمستقبل والناس راه بدات كتبني والزوتوريزاسيون بداو كيخرجوا دونك حنا في واحد الديناميه اللي هي ايجابيه ووزاره ديال التعليم وزاره ديال التعليم راه خدامه في الدراسات باش واحد 600 مدرسه تقريبا كلها غادي تعاود ان شاء الله وكيحاولوا باش من هنا للدخول المدرسي الجاي ان شاء الله هاد المدارس يمكن الا قدروا يتبناو ويوجدوا لوليداتنا يعني في هاد المناطق كذلك السيد وزير الفلاحه راكم عارفين بانه الحكومه في اطار يعني التعليمات ديال صاحب جلاله تقريبا عطات 500 الف قنطار ديال الدعم ديال العلف غراتويتمون بالناس يعني مجانا للفلاحه وكذلك غادي تفرق 70 الف ديال القطيع ديال الغنم لهاد المناطق اللي هي كلها الضغط باش نعاودوا نبنيو من جديد
يعني الشبتال باش الناس اللي عنده شي غنام ولا هذا يبقى عايش في هذيك المنطقه ويقدر يتحرك. واحد العدد ديال الناس ما بغاوش يخرجوا من المنطقه ديالهم لان عندهم بهايم ديالهم وعندهم هذا، ولكن هذوك البهايم كاين فيهم اللي مشى كاين اللي فضوا، وزيد على هذا الساقيات وزيد على هذا الطرق المسالك القرويه وزيد على هذا العمل اللي كتقوم به الحكومه كذلك في كاع المآثر يعني الدينيه والثقافيه اللي اليوم حتى هي راها يعني كتعاود وكتستعمل. ف يعني البرنامج مأخوذ بجدية والحكومة تتابعه ويتم تنزيله في أحسن الظروف ولمويان ديالو كلهم موجودين. وأكثر من هذا، ماشي فقط سيدنا الله ينصو عطى التعليمات، ماشي فقط أنه هذا الشيء اللي طاح خصو يتعود يرجع لبلاصتو، وي تفقين، بل أكثر من هذا، هذه مناسبة باش هاد المناطق اللي هي يعني في ظروف صعبة أن تكون عندها إمكانيات إن شاء الله أكثر وتعطاها إمكانيات أكثر باش نزيدوا المدارس، نزيدوا الثانويات، نزيدوا الطرق، يعني نزيدوا الإصلاحات ديال ديك المدن الصغرى وداك الشيء هذا كله غادي يجي إن شاء الله في السنوات المقبلة. والآن راه التمويلات كتوجد وكنشوفوا كيفاش غادي نشتغلوا، لأن هاد الشيء أمر به سيدنا الله ينصرو باش تكون مناسبة تكون مناسبة. وأنا كتعرفوني زعما كنتكلم بجدية، وهذا الشيء راه بغاه سيدنا وغادي ينزلوه إن شاء الله في الميدان، والحكومة غادي تبدأ تنزل فيه يعني في هاد 2024 إن شاء الله بلي التمويلات غادي يكونوا، غادي نوضوا بواحد العدد ديال البرامج زائد على البرامج هادو اللي تكلمت عليهم ديال الإعادة ديال التعمير وديال الناس اللي ضاعت لهم شي حاجه ولا هذا. وهذا شيء جد ايجابي للتعامل مع القضيه ديالنا ديال هذا الزنزال وديال لي كونسيكونس ديالها. وسمحوا لي يعني يضرب المثل عالميا الان يعني بصاحب الجلاله بالنسبه ل يعني الكيفيه ديال التسيير ديال الزنزال وكيفاش كيتنزل على الميدان. ونحن نفتخر كحكومه ان احنا اداه باش نوصلوا هذا الخير وهذا المواطن ان شاء الله. الاخوان والاخوات ما تنساوش انه هذه فبراير اللي فات ديال 2022 حتى الاول ديالو كانت مراكش باقا مسدوده، ما كانت السياحه وما كان لا يعني لا لي بازاريست خدامين ولا لي كوميرسون خدامين ولا هذا، وما قل من عام. والحركه واقفه، وانا دوزت يعني لا بيريود هذيك المرحله ديال الكوفيد اللي كانت في البلاد ديالنا، كنت ساكن هنا في مراكش وكنت كنخرج وكنشوف مراكش وكنشوفوا الحاله ديال المدينه كيفاش كانت والناس وقلت العمل وداك الشيء هذا كله. وحق هذاك الشيء كيأثر، ولكن الغالب الله يعني لابد من الحفاظ على يعني الصحه ديال المواطنين. ودازت هذيك المرحله، غير بغيت نذكر بانه حتى لفيفري 2022 راه كانوا لوطيلات السياحه وداك الشيء كانوا مسدودين. احنا الان في 23 في هذا الظرف الوجيز، تحلوا الفنادق، تحلوا لي ريستورون، لي بازاريست خدامين، الكوميرس رجع، موالين طاكسيات رجعوا يخدموا، كل شيء كيشتغل والديناميه ولات ايجابيه. وحتى الحمد لله ربي جاب لنا انه يعني هذا الشيء ديال البنك العالمي وديال الافيمي اللي عاون كذلك حتى هو باش التمركز ديال والتموقع ديال مراكش يرجع للمكانه ديالو، وتعملوا استثمارات كبيره في المدينه، ومدينه جميله بحايله ما عمرها ما كانت شي حاجه، بالعكس احسن بكثير من اللي كانت. فهذا الحمد لله هو البركه ديال المغرب، البركه ديال الشرفة، البركه ديال سيدنا. احنا نفتخر بهذا، ويجب الوقت اللي شي واحد كيضيق عليه الحال في واحد الظروف اللي هي صعيبة ولا هذا،
خصو يحل شويه يشوف الواقع فين كنا وفين رجعنا والخيو امام. السيد الوزير تكلم قبيله على الامال، والامال ان شاء الله انه سيدنا بغى الخير لهذه المنطقه، بغى الخير لهذه البلاد، وحنا كحكومه يجب علينا ان نواكبه في هذا العمل. كتعرفوا بانه في الحقيقه اول مره الاحرار وهذه الاغلبيه اللي كاينه كتقود الحكومه، لانه بلي كان السي احمد عثمان ديك الساعه ما كانش هو في داخل الحزب، حتى من بعد عاد ولا في الحزب، يعني في الطريق. اول مره يعني حكومه اللي انبثقت من واحد الاغلبيه اللي جابوها الانتخابات، وفي واحد الظرف وجيز. احنا كاغلبيه عملنا واحد البرنامج حكومي، هذا البرنامج الحكومي منباطق من البرامج الانتخابيه بلي كتجمع ديال الاحزاب، هو اللي عطاها هذاك البرنامج الحكومي. واسمحوا لي في ظرف وجيز نفذنا العدد مهم يعني من الوعود ومن هاد البرامج كلها اللي كانت، ومازال ان شاء الله، لان احنا يلا عندنا عامين دابا اللي دوزنا وانتم كتشوفوا، مازال ان شاء الله فيما تبقى من هاد الولايه غادي نقوموا بالواجب ديالنا باش الوعود اللي يمكن لينا نوصلوها للمواطن غادي نوصلوها للمواطن. ونقول لكم ثلاثه ديال الحوايج. احنا العام اللي فات في ديسمبر العام اللي فات نزلنا لا يموت تضامن، يعني لاسيونس اجباريه باش الناس تداوى، ودزنا من الرميد الله يمو. واليوم المواطن يمشي للقطاع الخاص ولا القطاع العام ولا هذا، ولا يشري الدواء ديالو ولا هذا، ما بقاتش الاشكاليه. نجحنا فيها ياك، نجحنا فيها الاخوان. الحكومه من نهار اللي جات ما كانش كتقول غادي نديا ولا غادي نديا، كنا كنشتغلوا بصمت باش نخرجوا هذا البرنامج ديال الدعم المباشر الاجتماعي. ساعة عامين من نهار اللي جيت لها حكومه وحنا كنشتغلوا، لانه ساهل في اخر المطاف انه كاين واحد التونسفير غادي يوصل للمواطن، ولكن شكون هو هذا المواطن ومنين غادي يجي وكيفاش غادي يتقيد وفين غادي يجي وكيفاش غنصيفط ليه وشنو هما، هذا بروسيس كبير اللي اشتغلنا عليه يعني هاد السنتين. وسيدنا بلي عطى في الأجندة الملكية بأنه خصو يتعمل قبل آخر السنة، إبا آخر السنة آخر هاد الشهر إن شاء الله الناس الأولين اللي تقيدوا اللي دازوا في البلاتفورم واللي هما كونفورم غادي توصلوا بالمبالغ ديالهم ديال الدعم الاجتماعي، وهذا راه شيء جد إيجابي، وهذه راه الثورة الاجتماعية اللي قام بها صاحب جلالة. القضية الثالثة، الحكومة جات بالدعم ديال السكن. الدعم ديال السكن بلي اليوم تشري الدار ب 270 ألف ولا 280 ألف درهم، راه الدولة كتعطيك 100 ألف درهم، والبقية يمكن لك تمشي يعني تاخذه في الكريدي. وما بقيناش فقط عند يعني الطبقة الهشة ولا اللي ما عندهاش لي مويان، مشينا حتى ل 700 ألف درهم وتعطاتها كذلك دعم، لان مشينا للطبقه المتوسطه قلنا حتى هي يعني راه خصها امكانيات ديالها باش تقدر يكون عندها السكنه. هادو يعني ثلاث المشاريع اجتماعيه كبرى اللي الان تم التنزيل ديالها، ماشي غادي نديرو، حنا درنا. هادشي بالطبع هاد البرامج الاجتماعيه كلها حنا كنا متفقين وكنعرفوا الحقيقه بانه المهندس الاكبر والاول هو صاحب جلاله نصر الله. والحاجه اللي خصنا نقولوها اليوم واللي يمكن خصها تبقى شويه في الذاكره السياسيه ديالنا، هي اللي عنده شي مشروع اجتماعي وداك الشيء راه ما يمكنش
يقول انا عندي النيه ويتسنى 40 عام باش يدير. حنا هدونا. اذا حنا عندنا النيه وعندنا العمل وعندنا مشروع اجتماعي. ونقول لكم بانه اكبر حكومه في تاريخ المغرب في منجزات يعني في القطاع الاجتماعي هي الحكومه ديال هذه اللي موجوده قدامكم. وكاين فرق، كاين فرق ما بين رفع الشعار ديال الدوله الاجتماعيه وبين التنفيذ ديالها على ارض الواقع. الدوله الاجتماعيه هي سياسات يعني العموميه الناجعه الموجهه للمواطن باش يعني تحسن العيش ديالو الكريم. والدوله الاجتماعيه هي اش نزلتي. انا كيظهر لي بانه هذه القضيه ديال الايديولوجيات مزيان، ولكن انا كيظهر لي بانه احسن واكبر ايديولوجيه اليوم هو الانجاز والعمل. المواطنين بغاو يشوفوا اش دار في الميدان، وهذه الحكومه دارت الكثير في الميدان الاجتماعي. اقولها واكررها، هي اكبر حكومه قامت بمنجزات يعني في القطاع الاجتماعي. لان ما تكلمت لكمش على الصحه، ما تكلمش لكم على التعليم، غتكون عندي مناسبات في جهات اخرى باش نتكلم عليهم. ليسونسيال انه مشاريع اللي هي كبيره اللي كتعمل. شكرا على الثقه ديالكم يعني فينا في المكتب السياسي، شكرا على الثقه ديالكم يعني في الحزب ديالكم، شكرا على العمل اللي كتقوموا به مع المواطنين. لا تيأسوا الا ما كانشو عندكم لي مويان، كل حاجه كتجيب وقتها. غير خليكم مع الناس، اشتغلوا مع الناس، سمعوا الناس، وان شاء الله غادي يكون يعني امكانيات اللي غادي تحاول تحسن العلاقه ديالكم مع المواطنين باش تجيبوا لهم يعني الخدمات اللي كيستحقوا. وشكرا لكم.